نضحك نعيش، ما نقدرش نتصور الحياة في عالم من غير ضحك، من غير الكوميديا اللي بيسموها النسمة الحلوة اللي بترطب جفاف الروح في عالم المادة. أهلا بكم سيداتي أنيساتي سادتي، ولقاء مرة أخرى مع الفكاهة والطرب والاستعراض مع نجوم على الهوى، وكل عام وحضراتكم بخير. البرنامج من إعداد وإخراج أستاذ مدبولي معانا، وأستاذ أحمد بدير معانا، برضو أستاذ فريد شوقي عمل الريحاني، وكل الكلام ده حصل ولا إيه؟ أخبار الكوميديا إيه أستاذ مدبولي؟ ومفيش شك إحنا عندنا انتشار الفرق دلوقتي اللي موجودة للقطاع الخاص، والافلام برضو اللي بتتعمل بنلاقي فيها طبعا كوميديا، بنلاقي فيها نجوم بتطلع جديده، بنلاقي فيها مخرجين بتطلع جديده، يعني بنكسب برضو من ورا الزحمه دي، رغم ان الزحمه دي فيها يعني راتش كتير وفيها كلام فاضي كتير، لكن بنكسب منها برضو نجوم جداد، سواء كان في التمثيل او في الاخراج او في الكتابه يعني. لكن الكوميديا موجوده، واحنا شعب اصلا يعني كوميديان لوحده، بيفرز النكته في من غير مجهود، من غير مجهود طول النهار، طول النهار بينكت طول النهار. نسمع راي طبعا بالنسبه مستحدث جدا بالنسبه للعتاوله الكبار اللي موجودين معانا. طبعا هو السن قريب، بس برضه المقام هنا مختلف، مقام الاستاذ عمنا والاساتذه الكبار بتوع الكوميديا. الشباب بالنسبه للكوميديانات الجداد ايه اكبرهم؟ هو زي ما قال الاستاذ عمنا، يعني بيقول لحضرتك ان الشعب بتاعنا الشعب بيحب الضحك، عشان كده صعب ان احنا نضحك. يعني هي مشكلتنا الصعوبة في ان احنا نضحك هذا الشعب اللي دمه اخف من اي ممثل بصراحة كده. صعب. فنضحكه ازاي؟ صعب فعلا. لازم يبقى فيه قماشة جيدة، لازم يبقى فيه نص كويس. فاللي بيحصل دلوقتي مع الاسف ان كان فيه اساتذة كبار بيألفوا كوميديا بدأوا ما يكتبوش. يعني انت عايز تقول ان المشكلة دلوقتي أزمة نص 100%. في ممثلين في الجيل الأساتذة اللي بكلنا بنتعلم منه، وفي الشبان عندهم أمال وطموح، إنما فين النص اللي يخرج من الممثل كل إمكانياته، اللي ما يضطروش إنه يضيف حاجات مسخة علشان يحسن او يحلل اللي يقولوا عليه بقى ايه، اللي هو بيقعد يعمل بقى يعمل افهات وما يكونش ايه، ويخرج عن النص، اللي بيسموها الخروج عن النص. لا، ما هو يا ريت الخروج ده يبقى في خدمه النص، انما ده بيبقى بعيد. يعني فجاه بقى الحدث وقف وبقت قافيه وموضوع، وبعدين يرجع يقول على فكره فاكر بقى احنا وقفنا فين. طب نسمع راي الاستاذ فريد شوقي في الجزئيه دي. هو كان زمان بعتبر كوميديا كان الضحك الراقي، اما الوقت مش ضحك راقي ابدا. ومساله الخروج عن النص ده مبدا خطير جدا، وانا ما اشتغلت 15 مسرحيه للريحاني، اردت اتفلسف واخرج ولو بلفظ الاقيه وقع، الاقيه وقع مني في الارض. اعتراف خطير يا استاذ فريد، وقع مني في الارض. دي حقيقه مظبوط. يعني يكونوا يعترف ده، يعني مش يعني ممكن. مش ما بعترف ده. الاساتذه لما دخلت انا السيده مريم منيب قالت لي يا ابني اقف هنا، اقول لها اقف هنا ليه؟ قالت لي هنا في ضحك كتير قوي. اقول يا ربي ما جاز من الاستاذ الريحاني مش مني انا. وبعدين الملقن بابا لطفي ده يقول لي اقف هنا، الناس هتسقف هنا. وقد كان زي ما هو مقول، زي لازمه ام كلثوم، زي اللازمه، تسقيف تسقيف وضحك ضحك. انما النهارده كلمه واحده تخرج عن النص والله يتهز الجمله كلها، تالت تهز الروايه كلها. دليل الحبكة اللي حصل، لأنه كانوا بيقعدوا يكتبوا في الرواية في 3 سنين يا أستاذ مدبولي، بيعملوا بروفات سنة وبعدين تقعد سنة على المسرح، يعني حكاية تانية خالص. دراسة كبيرة يعني. أستاذ أتفضل. تجربتي مع روايات الرحالي كانت صعبة جدا، إن في بعض منها بيبقى الهدف فيها حاجة تانية خلاف اللي إحنا عايزينه دلوقتي، زي السكرتير الفني، ان الراجل الحرامي هو اللي يمشي في المجتمع وان الناس تحترمه وكده. فحبيت اغير فيه. كان من الصعب جدا ان انا اقلل حوار بديع خيري ونجيب الريحاني. الله. جدا يعني كان صعب جدا جدا، رغم انها صفحه اللي كتبت، كان صعب جدا ان انا اقلل. بس فعلا كلام بالنسبه لكم هذا الواحد بيسمعه، مسرحياتهم كانت مبنيه
وبطوله على اساس متين، كانوا طباخين ممتازين جدا يعني. ياخدوا الروايه الاجنبيه يحولوها لمصري طبعا، من يعني ما يلبسوها توب مصر تماما، لا يمكن تحس بريحه الاجانب فيها اطلاقا. يمسروها يعني مفيش يعني، يحطوا الفلفل والثوم والشطه كل حاجاتنا كلها. بعد شهر واثنين ثلاثه الريحان يقول للبديع لسه الجمله بتلق بتلق كلمه بتلق ويقطع الفصل من ويبتدي من جديد كده، قال له الجمله بتلق بقي مش عارف الجمله حاجه يعني بالتعبير. ما ده بفضل يا استاذ فريد في الخارج المسرح بتعرض في القرى قبل ما تصل الروايه في حجمها النهائي طبعاً الى المدينه طبعاً. تبدا الروايه تتعرض في القريه طبعاً، وبعدين يشوفوا اقبال الناس ووقع الحوار على الجمهور، ثم تتنقل الى قريه اكبر، ثم الى قريه اكبر، الى ان تصل الى المدينه تكون الروايه اكتملت. هنا بنحسبها الروايه قعدت 10 سنين و15 سنه و20 سنه زي ذا كينج اند اي بتاع يورك راينر طبعا، 27 سنه واقف على المسرح بيقولها شكرا. بيقول نفس الكلام يعني دي عشان انا شفتها. والتجربه دي شارلي شابلن يعرض الفيلم في القرى ويشوف الرياكشن بتاع الناس ويعيد تاني لغايه ما يصل المدينه، يعني اصرار على النجاح مفيش كلام. استاذ جمجمه ما سمعناش كلام منك النهارده، بس عملت تقول لي تراجيدي وكوميدي، لا مش ممكن. لا انا يعني مع احترامي الاستاذ احمد بدير، هو مش يعني من الناس الكويسين جدا واشتغلنا مع بعض وعنده تجربه وطلع واحده واحده، انما انا عاوز اقول كوميديات الكوميديانات بتوع الايام دي يعني طلعوا عجر ما استووش، نعم عجر زي الفاكهه اللي ما نضجتش يعني. ده اثبت الكوميديا فعلا. زي الفاكهه اللي يعني طلعوا ما استووش. احنا ما فيش واحد فينا ما قعدش 15 سنه زي مين يا استاذ؟ لا ما انا دلوقتي هنقول، ما مش لازم اقول اسامي. لا كلهم لا في بياخد معايا زملائك، بقول بعض منهم، بقول بعض ما قلتش الكل، بعض منهم. وحضرتك لو بتمر على المسارح او بتشوف الروايات، لا ما ما بتشوفش. لا لا ده عندهم في فرق، في فرق متكونه، ده في ورق، لا في فرق ابتدوا معاك خطوه خطوه. ما انا هقول لحضرتك، ما نقدرش نقول اللي بيحصل على المسرح ده كان يعني مستوى، ده عباره عن سكتشات. ثالث حاجه يعني حزم الجملة حتى لو عاوز يخرج عن النص ما بتمرش بدماغه وبعدين على بقه، دي طالعة كده بيروح أي حاجة. فهم يعني في منهم اللي كان لازم يصبر شوية علشان الخبرة. وعمونا عاوز أقول حاجة، بس عاوز أقول حاجة، أنا فاكر تجربة عن الأستاذ معين ياسين أما عدنا بما فين الأستاذ محمود المليجي، بما فين الأستاذ التفان، بما فينا، فمش عارف مين غير تقال دور الأستاذ بالسعود الدور هنا يعني. قال له اسمع، دي فرقة اسماعيل ياسين والمفروض هو البطل والرواية معمولة دي، ودي أدواركم متقسمة عليكم كده، واللي مش عاجبه يعتذر. غلط اللي قاله ده، ما هو يعني ايه بطل وانتوا تقولوا يعني. هو انا عايز اقول حاجة، نمسك الريحاني ما كان بشارة بطل وحسب بايت كل هو ده. دي أنا الأستاذ، وأنا أسف إذا كان حدث منه بقى غلط منكم تتعاونوا معاه كمان. الأستاذ فعلا بأدين الجيل بتاعي اللي هو اللي ظاهر بالنسبة للكوميديا. بمعنى ايه؟ ان زي ما قال الاستاذ فريد، فعلا زمان المسرحية كل اللي فيها ابطال كويس، وكل واحد بيعمل دوره على انه هو بطل الرواية والكل سعيد بده. دلوقتي جيلي كل واحد فينا عايز يبقى بطل لوحده.